حياكم الله من جديد، سعداء كل السعادة بهذا التواصل معكم عبر برنامجكم اليومي من أجل الكويت. تناغم نيابي حكومي بشأن ملف الإرهاب يعكس التعاون المثمر، خاصة فيما يتعلق بالتصدي لمخاطر الإرهاب الدولي وضرورة تعزيز الوسطية في أوساط المجتمع ومحاربة التطرف ومواجهة الفكر التكفيري. التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برز أيضا في نحو 50 قانونا تهم المواطن الكويتي. مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأضواء حول التناغم النيابي الحكومي اللافت، نستضيف الليلة النائب سعود نشمي الحريجي. أهلا بك أبو عبد العزيز. حياك الله أبو علي، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وأمسي عليك وأمسي على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وأقول تقبل الله طاعتكم، أسأل الله تعالى أن يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر. إحنا قبل أن نبدأ عودنا ضيفنا دائما ننطلق في تقرير يعني يشرح برنامجنا وانطلاقتنا في حلقة اليوم، بعدين نكمل معك إن شاء الله. برنامج مستمر ونعود إليكم بعد هذا التقرير. تناغم نيابي حكومي بشأن ملف الإرهاب منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق، حيث سارعت الحكومة ومجلس الأمة إلى الاجتماع وبحث آخر المستجدات، كما برز في خريطة عمل السلطتين بوضع النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بالتمسك بالوحدة الوطنية وعدم الخوض في أي أمور من شأنها إثارة الطائفية وتجسيد التلاحم والتكاتف لتفويت الفرصة على الإرهابيين. التناغم لاحظناه أيضا في التنسيق وتطابق وجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز الوسطية في المجتمع ومحاربة التطرف، وشدد الطرفان على مواجهة الفكر التكفيري وإدراك المخاطر التي تحيط بالكويت، وترجمت ذلك عن طريق الابتعاد عن أي أمور تثير الطائفية أو القبلية، مع التركيز على اللحمة الواحدة والدعوة لمزيد من التماسك ونبذ تفرقة. محاربة التطرف والإرهاب والدعوة لتضافر الجهود لاقتلاعه، ومحاربة كل أنواع التطرف ونبذها واجتثاثها شكل تطابقا لدى السلطتين. ويأتي في هذا الصدد إقرار مجلس الأمة بالإجماع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية. التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر عن قوانين مهمة في خدمة الكويت وخدمة المواطنين من الدرجة الأولى، حيث كان هناك تناغم بين السلطتين من ناحية الاتفاق على القوانين التي تهم المواطن. دعم مواد البناء بقيمة 30,000 دينار للمواطن الحاصل على قرض للبناء، التأمين الصحي بشأن علاج المتقاعدين في المستشفيات الخاصة، وتعديل قانون المحكمة الدستورية بشأن تمكين المواطنين من اللجوء إليها مباشرة، قانون المعاملات الإلكترونية، وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، حماية البيئة، وإنشاء الهيئة العامة للنقل لحل الأزمة المرورية ولحماية المستهلك، معالجة أوضاع المتعثرين، والسماح لمن سدد ديونه من الاقتراض مجددا، وإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، والرقابة على دور الحضانات، قانون صندوق دعم الأسرة لتمديد فرصة التقديم على الدعم، وغيرها من القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين. كل هذه القوانين جاءت نتيجة التناغم الحاصل بين السلطتين. حياكم الله من جديد في برنامجكم من أجل الكويت مع ضيفي النائب الفاضل سعود نشمي الحريجي. أبو عبد العزيز، اللافت الانتباه بعد الأحداث اللي صارت والتفجير الإرهابي، وقبل الأحداث أيضا كان في نوع من التناغم الجميل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انعكس بما لا يدع مجال الشك على إجراءاتكم التي تمت مع السلطة التنفيذية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وكانت محط ارتياح كبيرين بالنسبة للمواطنين وأيضا للمقيمين. أسباب هذا التناغم، أسباب هذا الارتياح، بودنا بس نركز على هالنقطة في انطلاقة حديثي معك. بسم الله والحمد لله. لا شك أن ما تفضلت به من تناغم واضح وجلي وشفافية في الطرح من خلال الإعلام الذي تم يعني إنشاءه، سواء كان من خلال قناة خاصة للمجلس وكذلك جريدة الدستور، وللنقل المفتوح لجميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية سواء القناة الرسمية الكويت أو غيرها، لما تم إنجازه من قوانين وتشريعات
لخدمة الوطن وخدمة المواطن، وقد بلغت 50 قانونا حتى نهاية هذا الدور الذي انتهى من أسبوع تقريبا. وهذا الجهد الذي بذله حقيقة أعضاء السلطة التشريعية وكذلك في رمضان أبين إلا أن نتم هذه القوانين، ما أتت إلا لنبرهن لأهل الكويت أن من انتخبتموهم حريصين كل الحرص على أن يشرعوا هذه القوانين. ولا شك أن هذا ما تم كذلك لولا أن السلطة التنفيذية كانت يعني متعاونة إلى حد ما، وكانت تحضر، وهذه حقيقة لابد أن أذكرها، على مستوى الوزراء جميع اللجان العاملة. هذه القوانين ما تخرج إلا من خلال اللجان، تعمل يومي حتى في الإجازات، حتى أن نضع كما يقولون الأمور كلها بيد الحكومة من خلال عدم التعذر وعدم يعني وجود تشريعات تخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن الكويتي. وهذا ما تم ولله الحمد، ولا شك أن هذه الأمور تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى تنفيذ، وهو ما جميل. يعني هذه الخطوة الثانية وهي الشق الثاني الجناح الآخر لمجلس الأمة، وهو المراقبة، هو جانب الرقابي. نعم، يسير من خلال التشريع والمراقبة. ما هو نصيب قضية التطرف والإرهاب في قضية 50 قانون اللي أقرها مجلس الأمة مع مجلس الوزراء؟ نعم، لا شك أن أقرينا قبل هذا الحدث الإجرامي الذي هز العالم حقيقة في رمضان وفي يوم الجمعة، لأبرياء ليس لهم لا من بعيد ولا من قريب في كل ما يحدث وكل ما يعني يخطط له، إلا أنهم يضربون الوحدة الوطنية، يضربون الكويت، يضربوني أنا وأنت وكل من يعيش على هذه الدولة المباركة من خلال هذا التفجير، حتى أنهم يثيروا الفتنة. لا شك أن شرعنا قوانين قبل هذا الحادث، وهي القانون مسألة الجرائم الإلكترونية، الكاميرات بالنسبة للداخلية، وقوانين أخرى مساعدة ومساندة، حتى أن يكون بإذن الله وبعون من الله سبحانه وتعالى رجال الداخلية أو غيرهم، رجال الإعلام وغيرهم، حتى يقفون على كل صغيرة وكبيرة، ولا نسمح ولا نعطي فرصة لمن هو يعبث في هذا الأحداث. أبو عبد العزيز، أمام هذه الأحداث المعطيات المحلية الآن، حادث التفجير، والآن إذا كانت هناك أصوات تريد أن تعبث بالنسيج الاجتماعي، هل تعتقد بأن مجلس الأمة في دور النقاد القادم بحاجة إلى قانون يفصل لقضية التطرف والإرهاب في الكويت، قانون خاص؟ أخي الكريم، لا شك أن التطرف والإرهاب في الكويت تحديدا، نعم أنا أتكلم عنه بشكل عام، قد هز العالم كله، انظر إلى من حولنا، نسأل الله تعالى السلامة لهم، قد هز العالم بأجمع، الدول الكبرى والدول الصغرى والدول المسالمة وغيرها، والإرهاب له هوية له، ولا شك أننا نتعامل مع حدث. فجميع التشريعات، وهذا ما أخذناه عهدا على أنفسنا، مسخرة لرجال الأمن أي كان، سواء الداخلية أو غيرهم، حتى أن لا نعطي فرصة لمن هو يعني يريد أن يعبث بأمن الكويت. لا شك أن التشريعات تأتي على حسب الحاجة ولا حسب الدراسات، نحن نسبق، وهذا ما نسأل الله تعالى أن يعني يبصرنا إلى قوانين تسبق أي حدث. لا نريد أن يكون القوانين هي ردة فعل، وإنما وهذا شاهد أن أقرينا قوانين قبل الأحداث وهي سابقة أن تكون هذه القوانين، قانون الوحدة الوطنية، قانون الوحدة الوطنية، قانون القوانين، لا أتكلم عن قوانين سابقة كالوحدة الوطنية وغيرها، لكن عن قوانين مساعدة تكشف المجرم والإجرام وقبل أن تقع الجريمة. فلذلك أنا أقول إن مجلس الأمة هو على أتم استعداد أن يتعاون من أجل أمن الكويت ومن أجل المواطن الكويتي والمقيم في الكويت لكل قانون يخدم هذه القضية. ماذا عن موضوع أبو عبد العزيز تعزيز الوسطية في الكويت؟ تعزيز الوسطية مهم جدا في الكويت، خصوصا في الأحداث اللي صارت وقبل الأحداث. يعني احنا دائما نتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك غير ضابط أخلاقي إلا وازع الديني والوازع الوطني، وبالتالي أقريت قانون الجرائم الإلكترونية، نعم، درءا للمخاطر والأحداث، نعم. طيب أمام هذا يعني المنشأة الجديدة بالمفهوم الوسطية وهي قديمة في الفكر الإسلامي، كيف يمكن تعزيزها الآن في الكويت؟ هل نحتاجها بالفكر
هل نحتاجها في البرنامج؟ هل نحتاجها أيضا في الإعلام؟ أخي الكريم، لا شك أن الآن أو ما تم في مسجد الصادق هو بفعل إنسان، بفعل آدمي قد يعني فجر نفسه وفجر من حوله. لا شك أن هذا فكر، وهذا فكر فاسد وفكر مغيب لا يعي ما يفعل. لا شك أن الفكر والتطرف الفكري والتلوث الفكري هذا لم يأمر به الدين ولم يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا مسلمين. لذلك يجب أن يكون هناك تقويم، ويجب أن يكون هناك تنوير وتعزيز الوسطية التي أمر الله عز وجل بها على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. هذه ما نرجوها، لأن لما نتكلم عن الوسطية لا تعني أن نهدم الدين، لا تعني أننا نلغي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله طبعا لا يقول أحد، لا من داخل الكويت ولا من خارجها. نحن نشاهد الآن وأنت تتحدث أبو عبد العزيز المخرج فواز الشارخ يضع بعض المشاهد في بداية التفجير عندما انعقد الاجتماع السريع، من جانبكم من جانب مجلس الوزراء، عندما أتى سمو رئيس الوزراء إلى مجلس الأمة واجتمعتم، كانت في إيحاءات وكانت في رسائل ظهرت من بيت الأمة إلى المواطنين، تتحدث عن هذه الرسائل أبو عبد العزيز؟ أخي الكريم، حدث الحادث الإجرامي يوم الجمعة، ولا شك أن هذا كان يوم عطلة وكان يوم صلاة الجمعة وكان يوم رمضان، لكن أبوا أعضاء الأمة إلا أن يكونوا من أول من حضر ومن اجتمع ومن تابع واجتمع بالحكومة. ولا شك أن نقتدي بقائدنا ونقتدي بأميرنا، وعسى الله أول تالي أن الله يحفظه ويطول عمره ويحفظه من جميع الشرور. هو أول من بادر بهذا، ذهب بنفسه بعد صلاة الجمعة وأتاه الخبر وهو بسيارته، وأبى إلا أن يحضر هذا الحادث ويقف عليه بنفسه مخاطرا من أجل وطنه ومن أجل مواطنينه. وهذا الأمر الذي أبهر العالم وأعطى نموذجا للقادة لما يجب أن يكون عليه القائد كصاحب السمو. ولا شك أن الآن هو حديث العالم وحديث الفضائيات والإخباريات، فوقوفه حفظه الله من أول وهلة وعدم تراجعه حتى أخبروه أنه قد يؤثر في كشف خيوط الجريمة، عندها تراجع. هذا يعطينا القدوة والمثل أن نقتدي ونحذو حذوة. ولا شك أن الأمة اجتمعت طول هذه الأيام التي حصلت من ساعة التفجير، حتى أن قبضوا على الجنات وحتى أن استتب الأمن ولله الحمد والمنة. ولا كان هذا إلا بالوحدة الوطنية وبالجسد الواحد. ويعني حقيقة إذا تسمح لي أن يعني ما قرأته لأحد من يكتب في يعني في تويتر وفي غيره وفي من غرد أن الكويت أعطت درسا للعالم. الكويتيون يتحركون كجسد واحد ضد المحن وضد يعني الأزمات. يتحرك الشعب الكويتي بقيادته وبشعبه كجسد واحد، وهذا درسا انموذجا يجب أن يحتذيبه ويجب أن يدرس في الدول الأخرى وفي القيادات وفي المجالس، وكانت تشريعية وفي المواطنين وفي المدارس. فنحن فخورين حقيقة بما يعني تم من لحمة وطنية ووحدة وطنية، ما فرقتنا بعض التغريدات والتفجيرات وغيرها، بل ازددنا صلابة وإيمانا بأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وأن قوتنا بعد الله هي في تلاحمنا. أبو عبد العزيز، تعتقد في قضية التعليم، خاصة التعليم الابتدائي وأيضا التعليم الأولي بالنسبة لوزارة التربية، هل تعتقد بأن بحاجة إلى قيم جديدة في ما يتعلق بالوطنية، تدريس بعض مواد الدستور، أن يكون أيضا النشأ على دراية بقضية أيضا الفهم الديمقراطي الفهم الإسلامي؟ هل نحتاج أيضا، بغض النظر عن هناك من نادى إلى تغيير المناهج والوزير رد وقال إنه والله مو محتاجين، نحتاج إلى تفعيل أكثر في القيم التربوية والقيم الإنسانية. أبو علي، لا شك أن إذا احتاج الأمر، إذا زيادة بعض الدروس والمناهج التي تدرس من الصغر لأبنائنا وبناتنا، فما المانع؟ لا يوجد مانع إذا كانت لا تخالف لا شرعنا ولا قوانيننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. الأمر الآخر فيما يخص المناهج، وقد صرح الوزير مشكورا أن مناهج التربية مناهج سليمة.
انظر إلى مناهجنا، من خرجت؟ خرجت علماء وخرجت قادة، لم تخرج إرهابيين. كل من تخرج وكل من فجر وفعل هو خارج دراسات الكويت. لذلك أنا يعني أطلب الانتباه لهذا الشيء. مناهج الدولة، مناهج وزارة التربية كلها تخدم دين الله أولا والمواطن الكويتي، وثم المواطن الكويتية والمحافظة على الوطن وطاعة الأمير وطاعة ولي الأمر. كل هذه هي مناهجنا، ومناهج كلها مستقاة من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول إن من الخطأ أن نتكلم عن مناهجنا، لكن لو أردنا أن نعزز هذه القيم لا يمنع أن يكون هناك بعض المواضيع وبعض الدروس التي تضاف، حتى أن يعني نطلع بجيل راقي متعلم يعرف مسؤولياته من صغره. جميل. أنا بس بأرد على قضية مواجهة التفكير التكفيري، قضية أن يعني الآن الذي فجر من المملكة العربية السعودية الشقيقة لم يفجر من الكويت، لكنه أخذ الأديولوجية سواء في الإيحاء، في الحقن التفكيري والتكفيري أيضا. أبو عبد العزيز، كيف يمكن الآن لمجلس الأمة أن يشرع قانونا يتلائم مع طبيعة المنطقة؟ المنطقة الآن تغلي كما قلت، نعم، في سوريا، لبنان، العراق، اليمن. كيف يمكن الآن أن نضبط هذه المسألة؟ أخي الكريم، مسألة معقدة. نعم، نوعا ما أبو عبد العزيز. أنا أقول أن لا يجب ولا يلزم تحميل المسؤولين ما لا يحتمله. يعني الآن لما تتكلم عن إنسان راجل وقد لقم نفسه ويدخل في مسجد وفي مكان يفترض أن يكون الناس اللي فيه آمنين، وهذا ما كان عليه الدين وكان عليه الناس بعاداتهم وتقاليدهم، من خاف ذهب المسجد. هذه الأفكار الهدامة وهذه الأفكار التي لا تعي ولا ترعى لا دين ولا ضمير، أنا أقول أن معالجتها هي بالرجوع إلى الله لا شك أن أولا، ثم معرفة مكانة و شرف المواطنة، من هو منا. وزير الداخلية له تصريح أيضا جميل، لن ننتظر سنذهب إليهم، وهذا ما نعول عليه. لا شك أن وزير الداخلية أبو خالد يشكر، وأنا أشكر من هذا المنبر، وأنه قام بدوره وعلى أكمل وجه، ونشد على يده. ومع هذا كله نرى أن الكويت كلهم قد هبوا كصوت واحد وكجسد واحد، ونقول إن إن شاء الله إن الكويت بخير. ولابد يعني لابد من تعزيز الأمن، لابد من الحرص، ولابد من يعني التسبيق كما يقولون والاحتراز، لأن مهما كان الدم الكويتي غالي وأمننا غالي. نسأل الله تعالى أن يأمننا في أوطاننا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهود المسؤولين كلهم. لا شك عبد العزيز، في حلقتنا اليوم من أجل الكويت عزيز المشاهد لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون الإشارة إلى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وذهاب سمو الأمير بنفسه شخصيا ولتقديم واجب العزاء إلى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مكة المكرمة، دون النظر إلى هذه المسألة وهذا الموقف أيضا الإنساني من صاحب السمو حفظه الله وراءه. الأمور يعني كثيرة في هذا الجانب أبو عبد العزيز، لكن نقف عند تاريخ الطويل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله. ماذا عن مناقبه أيضا؟ كيف تجد محطات هذا الرجل الحافلة بالإنجازات بالقيم الوطنية الإسلامية العربية الأصيلة؟ أولا يعني لا يسعنا في هذه الساعة إلا نقدم العزاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده، وإلى الأسرة المالكة، وإلى الشعب السعودي، وإلى يعني نحن حقيقة نعزي أنفسنا بهذه الخسارة التي يعني منينا بها، ولكنها أقدار الله جل وعلا، ولكنها أمر الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل هو خسارة للأمة العربية والإسلامية، وخسارة بالدرجة الأولى إلى دول الخليج. فهو الذي أمضى عمره في خدمة وطنه وفي خدمة الدول العربية وبالأخص الخليجية، وهو الذي سعى يعني وله مناقب كثيرة لا يمكن أن نحصيها في هذه الدقائق. هل تتذكر مواقف معينة من الكويت بين الغزو العراقي الغاشم لسعادة الأمير سعود الفيصل مع الوزير؟ لا شك أن يعني وقد تكلم فيه الأعداء، وخير الشهادة ما يشهد به الأعداء، وقد تكلم صدام حسين بنفسه، وأنه قال لو كان عندي وزيرا للخارجية كسعود الفيصل
لا احتليت العالم، هذا كما صرح به وقال في له تغريدات وفي المقالات. ولا شك أنه هو الذي ساهم مساهمة رئيسية في أن يتوحد العالم كله في استرجاع الحق الكويتي وفي رد الكويت، وهذا الموقف لن ينساه الكويت. هذا الموقف الشريف البطل الداهية من رجل أمضى عمره بإخلاص وبضمير وبوضوح وبصراحة تامة في المواقف الحساسة كاحتلال الكويت. فلا شك أن القضية اللبنانية أيضا في مؤتمر الطائف كان له دور كبير، كان له حتى في القضية الفلسطينية، كان له في يعني حتى أنه يتألم بتألم الحالة العربية عندما أجرى عملية له وأتى وهو في فترة النقاهة، فقال صور له نعم سمو فإنه قال سمو الأمير حفظه الله ورعاه. أربعة عقود أبو عبد العزيز من الدبلوماسية قضاها الأمير سعود الفيصل، كيف يمكن لنا أيضا كدول أن نستفيد من هذا الرجل الذي يعني نعاه صاحب السمو حفظه الله ببرقية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه يعني هامة كبيرة وعمود فقري في الدبلوماسية الدولية؟ لا شك أن سعود الفيصل أمضى 40 عاما في الدبلوماسية العربية وفي الدبلوماسية العالمية، ولا شك أنه درسا وأنموذجا في طريقة التعامل وفي شهادة من قابله وفي شهادة من يعني فاوضه أو تكلم معه في أمور قد تكون رئيسية وحاسمة. ولا شك أن زيارة صاحب السمو حفظه الله ورعاه إلى أخيه الملك سلمان إنما هو عرفانا وإنما هو من باب الأخوة ومن باب أن الخليج جسدا واحدا، وأنه الراحل أسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يبدله دارا خيرا من داره. لا شك أنه له مكانة عالية ومكانة عظيمة ويعرفها سمو الأمير حفظه الله، ويعرف عن قرب ما هو سعود الفيصل، ويعرف دوره، ويعرف ما يعني فقدت الأمة العربية والإسلامية والخليجية بفقده وبخلو كرسيه. فلا شك أن سعود الفيصل أسأل الله تعالى أن يعني يجعله في عليين، أسأل الله تعالى أن يجزيه عن أمته وعن الإسلام خيرا، وأن يبدلنا إن شاء الله. ولا شك أن يعني كما يعني أحب أن أنوه أن الأسرة المالكة هي ولادة، وهي بإذن الله سوف يأتي من هو على نهجه، وإن شاء الله نسأل الله تعالى السلامة في شك. شكرا والغفران، وشكرا لك. في النهاية لا يسعني إلا أشكر ضيفي في الاستديو عضو مجلس الأمة النائب سعود الحريجي. حاولنا قدر المستطاع في حلقة الليلة من أجل الكويت أن نسلط الضوء على التناغم والتوافق شبه الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما أفضى إليه كما ذكر ضيفي في الاستديو 50 قانونا، ثم تحدثنا عن مناقب الفقيد صاحب السمو الملكي سعود الفيصل. نلتقي إن شاء الله في الغد في برنامج جديد من أجل الكويت. إلى ذلك الحين تحية وإلى اللقاء.